بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 6 أكتوبر عام 2015 ظهر في الفيديوهات خاصتي على اليوتيوب فيديو غريب بعنوان الله محمد صلى الله عليه وسلم في رؤياي. في البداية اعتقدت أنه عنوان غريب وشاهدت الفيديو لأكتشف أنه يتحدث عن شخص من باكستان يدعى محمد قاسم ابن عبد الكريم، يدعي أنه يتحدث مع الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في رؤياه. كان الفيديو محررا بشكل سيء مع خلفية خضراء ونص بنمط فيلم حرب النجوم. تضمنت هذه الرواية محادثات قاسم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى من وراء حجاب في رؤياه. فورا رفضت رسالة قاسم وأغلقت الفيديو، ومع ذلك بعد عام واحد أثارت فضولي استمرارية قاسم. أعني هذا الرجل كان ينشر في كل مكان، مثل موقع IGN وموقع جيمسبوت ومنتدى أمة وحتى بعض المنتديات المسيحية، وكانت لديه أيضا منشورات في أماكن أخرى. فقمت بالبحث العميق في سرده، علمت أنه يتحدث عن كيفية أمر الله له بمشاركة رؤياه وكيف أراد الله من الجميع أن يعرفوا من هو، كما تحدث أيضا عن الحرب العالمية الثالثة والدجال وعيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج والأحداث المتعلقة بنهاية الزمان، وحتى تحدث عن كيفية تعيينه قائدا لباكستان، وزعم أيضا أنه سيزيل الظلمات عن عالم المسلمين وسيعيد الإسلام الحقيقي للأمة الإسلامية. ثم صدمت بفكرة أنه لدينا مهدي آخر على لوحة المهدي. ولكن كان هناك شيء في رسالة قاسم جعلني أرغب في البحث بشكل أعمق. في البداية اعتقدت أنه قد يكون لديه اضطراب عقلي أو تحت تأثير الشيطان، ومع ذلك اكتشفت لاحقا أن الشيخ الشهير ابن حليمة قام باستجواب الجن في أكثر من مناسبة للتحقق فيما إذا كان قاسم تحت تأثير الشيطان. وتفاجأت حيث أكد أن قاسم لم يكن تحت تأثير الجن، وحتى أنه حث على مساعدته قائلا إنه لن يقدم أي بيانات للعامة إذا كان يرغب أن ينأى عن عمل قاسم. علاوة على ذلك قام العديد من الأطباء والأخصائي النفسيين بفحص صحة قاسم العقلية واكتشفوا أنه شخص طبيعي. وعلى الرغم من ذلك بقيت أتساءل عن دوافع قاسم. قررت أن أبحث في الأحاديث النبوية لتفنيد قاسم وأقوم بدوري كشخص من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد البحث توصلت إلى أن اسم المهدي سيكون متطابقا مع اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقاسم ليس اسما لمحمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ خطأ، فأحد أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في الواقع أبا القاسم، واسم والد قاسم عبد الكريم يطابق اسم عبد الله، حيث يعتبران اسمين مستشهدين بالله وكلاهما يعني عبد الله، وهو اسم الله المعروف أيضا بالكريم. وبالتالي تتطابق الأحاديث المتعلقة بالمهدي واسم والده مع اسم قاسم واسم والد قاسم. ثم قلت حسنا، لا يمكن أن يكون المهدي باكستانيا، إنه سيكون عربيا. فعلى سبيل المثال تزوج الحسين بن علي رضي الله عنهما أميرة فارسية، وبالمثل تزوج موسى بن جعفر الصادق حميدة من الأندلس وكانت من أصل بربري. وفي الوقت الحاضر يوجد الكثير من السادة وأحفاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل ركن من أركان العالم، وتشير الأحاديث أيضا إلى المهدي باعتباره رجلا من أحفاد الحسن رضي الله عنه الذي سيظهر من الشرق. فذكر ابن كثير في تفسيره أنه عندما يقترب يوم القيامة سيظهر المهدي في الشرق، وسيتم دعمه من قبل بعض الناس من المشرق، وسيعينونه سلطانا حاكما مسلما، وستكون راياتهم سوداء كما كانت راية النبي محمد صلى الله عليه وسلم سوداء أيضا. وفي حديث آخر يذكر أن أناسا سيأتون من المشرق يوطئون للمهدي سلطانا، ويعني ذلك لحكمه. اكتشفت أيضا أن قصة المهدي في أن يصبح خليفة غالبا ما تقارن بعمر بن عبد العزيز، فذكر العلماء أن عمر بن عبد العزيز كان في البداية حاكما للمدينة المنورة، ثم تم تعيينه خليفة بقرار من مجلس الشورى، واعترف الناس بعمل عمر كحاكم، ولاحقا اضطر لقبول البيعة. وبالمثل سيتم تعيين المهدي في البداية كسلطان أو قائد من قبل أمة المشرق، ثم سيتم تعيينه كخليفة للعالم الإسلامي. ووجدت اكتشافا مدهشا في رؤى قاسم، حيث يتم تعيينه قائدا لباكستان من قبل شعب باكستان قبل أن ينادى به إلى مكة.
لفت انتباهي أن هذا التفصيل لم يتم ذكره من قبل العديد من العلماء المعاصرين، على الرغم من أنه تم ذكره من قبل علماء قدامى. وبصراحة هذا له معنى، إذا كان المهدي سيظهر فجأة في مكة، كيف سيعرف الناس أنه هو المهدي؟ أي أعمال سيقوم بها هذا الشخص ليجعل الناس يعلمون أن هذا هو المهدي؟ لذا فمن المنطقي أن يكون المهدي قد قام بعمل أو أعمال تميزه بها الناس. فالاعتقاد السائد بأن المهدي سيكون عربياً متواجد بين الكثير من الأفراد، غالباً ما يتم دعم هذا الاعتقاد بواسطة حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما معناه أن رجلاً من أهل المدينة سيفر من المدينة إلى مكة وسيعرف بأنه المهدي. ومع ذلك عند تحليل الحديث بعناية يصبح واضحاً أن يكون من أهل المدينة لا يعني بالضرورة أن المهدي سيكون عربياً. وفي العصر الحديث هاجر العديد من الناس إلى بلدان أخرى لأسباب مختلفة مثل العمل أو الحصول على حياة أفضل. فحالياً يوجد بالفعل أشخاص من الجيل الثالث ولدوا في السعودية من أصول هندية وأفريقية وباكستانية يقيمون في المدينة ويشكلون حوالي 40% من السكان. وإذا قمنا بطرح السكان الإناث من المعادلة فإن هذا العدد يتجاوز 60%. هؤلاء الأفراد يعملون ويتزوجون وينجبون أطفالاً تماماً كأي ساكن آخر هناك. لذلك من المهم أن ندرك أن المهدي قد يأتي من خلفيات متنوعة وقد لا يكون بالضرورة عربياً. نقطة أخرى يجب مراعاتها هي أن هناك تبايناً في هذا الحديث الذي يذكر أن رجلاً من بني هاشم سيفر إلى مكة من المدينة. بنو هاشم هم فرع من قبيلة قريش التي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينتمي إليها. وفي العصر الحديث انتشر قوم بني هاشم في جميع أنحاء العالم مثل شمال أفريقيا بما في ذلك المغرب مثل الملك محمد السادس، وتركيا مثل أبو بكر أفندي، وحتى جنوب شرق آسيا. من المهم أن نلاحظ أن هؤلاء النسل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون بلقب الشريف، وقد واجهوا الطرد والنفي بعد وفاته كما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى يأتي قوم من أهل المشرق ومعهم رايات سود، يسألون الحق فلا يعطون، ويقاتلون فينصرون فيعطون ما سئلوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطا كما ملئت جورا، فمن أدرك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج. لذلك فإن الشخص الذي يفر من المدينة إلى مكة قد لا يكون عربيا، بل يمكن أن يكون من بني هاشم الذين يتمتعون بخلفيات وأصول متنوعة، ويمكن أن يعود نسبهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر في حديث آخر ذكر أن المهدي سيكون من نسل فاطمة رضي الله عنها. ومع ذلك استنتجت أن الاعتقاد أن المهدي سيكون عربياً ليس بالضرورة مدعوماً بالحديث الذي ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالمهدي سيأتي من المشرق وسيكون من ذرية فاطمة رضي الله عنها، وسيتم التعرف عليه في البداية بأفعاله من قبل أمة المشرق التي ستمهد الطريق لسلطانه وستعينه كحاكم أو قائد، وبعد ذلك سيتعرف عليه المسلمون جميعاً ويدعمونه ويدافع عنه أمة المشرق، وسيكون لهم رايات سوداء، وفي نهاية المطاف سيمهدون الطريق لبيعته وتعيينه المهدي، وسيحاربون كل ما يلزم بأي وسيلة ضرورية لضمان الاستقرار واستعادة الحكم لشخص من عائلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقاسم يتناسب مع هذا الوصف إذ يشارك رؤياه مع العالم كله، وسيشهد شعب باكستان كيف يساعده الله، وبعد ذلك سيعينونه كزعيم لهم. وقاسم هو أيضا من نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يتوافق تماما مع هذه المعايير. علمت أيضا عن العديد من الرؤى السرية التي يشعر قاسم بعدم راحة في نشرها، ومن بينها تلك المتعلقة بهذا الحديث بالذات وكيفية حدوث الأحداث. فبينما كنت أبحث أكثر واجهت ادعاء قاسم بأن باكستان هي أمة الرايات السوداء، وقلت في نفسي لا يمكن أن يكون ذلك صحيحا، فأمة الرايات السوداء في خراسان وتم ذكرها في الحديث، وباكستان ليست جزءا من خراسان. ومع ذلك عندما فحصت الخريطة بتمعن للإمبراطورية الساسانية خلال عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصبح واضحا أن خراسان لم تكن محصورة في أفغانستان فحسب، بل شملت جزءا كبيرا من باكستان أيضا.
من المهم أن نلاحظ أن خرائط خراسان المختلفة تصور إمبراطورية الحضارة الساسانية في مراحل تاريخية مختلفة، ومعروف أن الإمبراطوريات تخضع لتغييرات في الحدود مع مرور الوقت. لذلك من أجل البقاء وفيا لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، استخدمت عمره كنقطة مرجعية لتحديد النطاق الجغرافي لخراسان، وخلصت في النهاية إلى أن جزءا من باكستان يقع فعلا ضمن منطقة خراسان. فتساءلت لماذا يشعر قاسم بالحاجة لمشاركة هذه الرؤى، لذا تواصلت معه وأخبرني أنه تم أمره بذلك من قبل الله، حيث قال له الله في الرؤى: يا قاسم، أريد من الجميع أن يعرفوا من أنت. في البداية كنت مستعدا للجدال بأنه لا يمكن لأحد أن يتحدث مع الله في الرؤى، ومع ذلك بعد إجراء بعض البحوث اكتشفت أن العديد من العلماء البارزين مثل ابن تيمية والإمام النووي والإمام الغزالي يشهدون بإمكانية التحدث مع الله في الرؤى. وعلاوة على ذلك يقول الله بنفسه في القرآن أنه يتواصل مع الإنسان من وراء حجاب، والرؤى كما الحجاب، حتى أن بعض العلماء قد كانوا يتمتعون بنعمة التحدث مع الله في رؤياهم مثل أبو حنيفة وأحمد بن حنبل. ووفقا لرواية علي بن أبي طالب قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. وتشير رواية أخرى فيما معناه أن الله سيوحي له ويعده لأداء مهمته بنجاح في ليلة واحدة. يفسر العلماء من هذه الأحاديث أن المهدي قد لا يكون شخصا ملتزما جدا قبل تعيينه كزعيم، وسيغفر الله له ويمنحه القدرة والفهم والإلهام، ومن المرجح أنه سيظهر في ليلة واحدة كالإمام المهدي المنتظر في المعرفة والقدرة، ولكن قبل ذلك سيكون مجرد فرد عادي. وبالإضافة إلى ذلك كما يقرأ في الحديث، فإن قاسم ليس شخصا ملتزما جدا، وقد جعل هذه المسألة علنية ولا يتظاهر بأنه رجل مقدس، بل هو صادق وشجاع للاعتراف بهذا بنفسه، وأعلن أيضا أنه كان ينتظر مساعدة الله. ثم شعرت بأنه من الضروري فحص مظهر قاسم. هناك العديد من الروايات الكاذبة عن المهدي، لذا اعتمدت فقط على الروايات الصحيحة لإسقاطها على قاسم. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، يملك 7 سنين. فالمهدي سيكون له جبين عريض وأنف طويل، وقاسم يتطابق تماما مع هذا الوصف، حيث أنه شخص عادي الشكل بأنف طويل وجبين واسع نتيجة الصلاة. كنت في البداية أعتقد أن المهدي سيظهر في سن 40، ولكن كنت مخطئا، فظهور المهدي وتعيينه كخليفة هما أمران مختلفان. فوفقا لكتاب الفتن لنعيم بن حماد قال قتادة: يخرج المهدي وهو ابن 40 سنة كأنه رجل من بني إسرائيل. وقد ظهر قاسم في سن حوالي 39-40 عاما عندما نشر أول فيديو له على يوتيوب، وهو عندما بدأ مهمته في مشاركة رؤياه، وبالتالي يحقق نبوءة ظهور المهدي. بشأن العمر الذي سيعين فيه المهدي كخليفة، عن صميط عن كعب قال: المهدي ابن 51 سنة يقوم على الناس 7 سنين، وربما قال 8 سنين. لذلك بدأت كل الأمور تصبح منطقية بالنسبة لي. فالعلماء الذين يواجهون صعوبة في وضع قطعة اللغز من الأحاديث في مكانها الصحيح، الآن أصبح لديهم معنى واضح عند فحص الأحاديث من وجهة نظر رؤى قاسم، فقد أعطتني وجهة نظر حديثة فريدة لم يتم استكشافها من قبل أي علماء أو مشايخ من قبل. فعندما غصت أعمق في رؤياه، بات واضحا لي أن هناك أولئك الذين يتجاهلونها باعتبارها مجرد أحلام، ولكنني أختلف وأقول إنها تقدم وجهة نظر حديثة في المسألة. ولتثبيت وجهة نظري سأورد 4 أمثلة من رؤى قاسم، وهناك المزيد من الأدلة التي قمت بالبحث عنها وكتبتها في كتابي والذي سأنشره قريبا. أولا، يشير قاسم إلى 3 قلاع للإسلام، ويؤكد أن تركيا ستكون أولى الدول التي ستسقط، يليها بناء معبد للدجال، وبعد ذلك ستعاني المملكة العربية السعودية نفس المصير، ثم ستتجه قوى الشر نحو باكستان، ومع ذلك سينقذ الله باكستان بمقاتلات سوداء. قد يبدو هذا في البداية تخمينا لا معنى له، ولكن من المهم أن نلاحظ أن هناك حديثا يدعم توقعات قاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه، ثم قال: إن هذا لحق كما أنك هنا، أو كما أنك قاعد، يعني معاذ بن جبل. وتوضح رؤى قاسم مراحل الحرب العالمية الثالثة، حيث ستتقدم باكستان تحت قيادة قاسم، وستبدأ الحرب العالمية الثالثة عندما تكون القسطنطينية أي تركيا بيد الكفار، وستزدهر القدس بينما تزداد قوة الصهاينة وإعادة إقامة الهيكل الثالث. وعندما يحدث ذلك ستكون يثرب في حالة خراب أو تدهور، وهذا يحدث عند سقوط السعودية وهي القلعة الثانية للإسلام. ثانيا، يذكر قاسم تحقيق باكستان ل3000 مقاتلة سوداء التي يعتقد أنها هي الرايات السود المذكورة في الأحاديث. ووصف قاسم لهذه المقاتلات لا يمكن مقارنته بأي وصف قد سمعته من العلماء، فتوضح تفسيراته وجهة نظر حديثة حول فكرة الرايات السود من المشرق. فيزعم قاسم أن هذه الطائرات تمتلك تكنولوجيا متقدمة ستثير حيرة علماء ومهندسي العالم. وبعد دراسة الحديث وجدت أن الرايات السود ستطلع، وكلمة تطلع تستخدم في الآية القرآنية لوصف طلوع الشمس، مما يشير إلى وجود قدرة على الطيران، إذ هي شيء له قدرة على الطيران. فيقول الحديث: ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. فأكد قاسم أنه لن يكون أحد قادرا على هزيمة هذه الطائرات بسهولة، مما يعني أنها ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها ضد القوات المعادية، حيث لديها دفاع لا يمكن اختراقه. فيقول الحديث: تخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإليا. فيقول قاسم إن باكستان ستحارب كل من القوتين العظيمتين الأمريكية والروسية وتهزمهما. ويشير هذا إلى أن جيش الرايات السوداء سيمتلك قدرات حربية استثنائية لا تشبه أي دولة أخرى، إذ سيكون قادرا على مواجهة القوتين العظيمتين في وقت واحد. وحتى الأحاديث ذكرت أنه في الملحمة ستكون هناك معركة يكون لديك فيها راية للحق تحارب 80 راية للباطل في الجانب الآخر. وحتى أن قاسم يلاحظ أنه يتمنى ألا تفرض علينا الحرب، فندافع عن أنفسنا، وأن أعدائنا بأنفسهم هم من يرغبون في الموت. فالحديث يقول: ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. أود أن تتأمل هذا الحديث لدقيقة. في تاريخ البشرية قاتلنا بالسيوف والدروع والخيول وحتى بالأقواس والسهام، وإذا كان الحديث يقول أنهم سيقتلونكم بطريقة لم يحدث مثلها من قبل، فمن المرجح أنها ستكون طريقة حربية متقدمة، والله أعلم. فقاسم يقول إن المسلمين سيستعملون الرايات السود وسيستعيدون أراضينا المفقودة بما في ذلك القدس وأوروبا، وهذا يشير إلى القوة الفائقة للمقاتلات السوداء على الآلات الحربية الأخرى، وبالتالي لن يكون هناك أي شيء يمكنه صدهم بسهولة. أرغب في أن تفكر في هذا الأمر أيضا: إذا كان جيش الرايات السوداء يستخدم الأعلام ويقاتل على الأرض، فإنه يمكن بسهولة اكتشافه من قبل قوات العدو في العصر الحديث، فالسيطرة على السماء تحكم النصر. انظر فقط إلى نتيجة الحرب الأذربيجانية الأرمينية، وكيف حولت أذربيجان مجرى المعركة باستخدام الطائرات بدون طيار. فالحديث يقول: سيظهر من خراسان رايات سوداء لا يصدها شيء حتى تقام في القدس. ولتلخيص ما هي الرايات السود، فكلمة ستطلع هذا يشير إلى إمكانية الطيران، وستشن هجمات بطريقة لم يحدث مثلها من قبل، لذلك ستكون لديها قدرات حربية استثنائية وستمتلك دفاعا لا يمكن اختراقه بسهولة، وهذا بالتأكيد ليس خيالا. وسوف تصل إلى القدس وتصد أي جيش يقف في طريقها، إذن ستكون ذات قوة فائقة. إذن الرايات السود من المشرق هي في الواقع مقاتلات سوداء، وأعني بهذا أنهم من المنطقي إذا أسس قاسم حكومة إسلامية في باكستان إنه سيحتاج إلى القدرة على الدفاع عنها، حيث أن هذا هو شرط لإقامة الخلافة، كما يشرح الإمام النووي أن الخليفة
يجب أن يكون قادراً على حماية المسلمين من جميع أنواع الأذى، حيث يكون حاجزاً يحمي المؤمنين ويحميهم من الأذى تحت قيادته. النقطة الثالثة، سيكون المهدي مبشراً. دائماً كنت أتساءل كيف سيعرف المهدي؟ بمعنى فكر في الأمر للحظة، إذا مثلاً ظهر المهدي في حياتنا وعصرنا، كيف سنعرف أنه هو؟ هل سيظهر فجأة في مكة ويتوقع من المسلمين أن يؤمنوا أنه هو المهدي؟ فغداً يمكن أن يظهر أي شخص على قنوات التلفزيون ويقول إنني المهدي، ولكن كيف سيثبت ذلك؟ نحن غير قادرين على الاتفاق على طوائفنا، فكيف يمكننا أن نتوقع أن تقبل الأمة بأكملها أن هذا الشخص هو المهدي؟ ووصلت إلى استنتاج أن رؤى المهدي هي جانب حاسم في قيادته لأمة المسلمين بأكملها، إذ ستكون ذات أهمية في إجماع توافق المسلمين لقبوله كمهدي وإقامة خلافة عظيمة. إذن إذا كان المهدي يعني المهدي الذي يرشد، كيف يقوم الله بتوجيهه وكيف سيقوم الله بتصحيحه في ليلة واحدة؟ فسألت نفسي ثم وجدت إجابتي، وكما ورد في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. ومع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مفهوم المبشرات، ولكن المبشرات تعني رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. وبالتالي فإن المهدي، والذي يعني تحديدا المهدي المرشد، سيتمتع بهذا الجانب من النبوة، حيث يستطيع الله التواصل مع الإنسان من خلال الرؤى، فيقول الله في سورة الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فتؤكد الآية القرآنية أن الله يمكنه التواصل مع عباده من وراء حجاب يحدده العلماء كالوحي أو الرؤى، ولن تكون رؤى المهدي مجرد وسيلة للتوجيه له فقط، بل ستثبت أيضا مهديته للجماهير. فإذا كانت رؤياه صادقة وقابلة للتحقق في طبيعتها، فإنها ستكون اختبارا حاسما لتأكيد صحة صدقه ومصداقيته. لذا الدليل الروحي لتوجيه المهدي من الله وأنه سيرى رؤى حق سترشده وترسل بشارات وتحذيرات رؤياه للعالم بأسره. إذا تحققت هذه الرؤى فهذا يشير بشكل قوي أنه بالفعل مرشد ومدعوم من الله. أود أيضا أن أضيف أن علماء الماضي مثل ابن تيمية والإمام الغزالي والإمام النووي قد أكدوا أنه من الممكن التحدث إلى الله في الرؤى، ولكن ما تسمعه ليس كما هو في الواقع. وعلماء مثل أحمد بن حنبل وأبو حنيفة تمتعوا بنعمة التحدث مع الله في رؤياهم، وهذا بالضبط هو الدليل الذي يقدمه محمد قاسم في صدق رؤياه، والرؤى التي تقول أنه المهدي والتي سأناقشها قريبا، وهو ينتظر تلك الليلة الواحدة التي سيصححه الله من خلالها في رؤيا، على الرغم من أنه لم يعلن هذا علنا، وهذا افتراض من قبلي. النقطة الرابعة والأخيرة، لقد رأى قاسم نفسه الإمام المهدي، وكيف ستتجسد الرؤية الشهيرة لبيعة المهدي الذي يفر من المدينة المنورة إلى مكة. ولقد تعرفت مؤخرا على هذه الرؤى السرية وقررت أن أنشرها للعامة، فلن يدعي قاسم أنه المهدي ولن ينشر هذه الرؤى، وحتى ذكر اسم المهدي يجعله يشعر بالارتباك. وأقوم بذلك لأنه تم أمره بمشاركة جميع رؤياه من قبل الله، ولأكون عادلا تجاه العموم أعتقد أنه يجب مشاركة هذه الرؤى. فالقرار بالاعتقاد أو عدمه مسألة تعود لكم، فكروا في ذلك لحظة. إذا كانت رؤى قاسم حول فشل باكستان وعمران خان تتحقق، فماذا عن الرؤى التي يراها بشأن أنه هو المهدي؟ وسأقوم بتحميل كتاب قريبا يحتوي على جميع نتائج بحثي واكتشافاتي. قبل أن تكتب تعليقا معاديا أنصحك بعدم الاندفاع في قرارك، وإذا كان لديك سؤال فلا تتردد في طرحه في قسم التعليقات، وأنصحك بالتحقيق في هذه الدعوة، فآخر ما ترغب فيه هو أن تندم. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت دعوتنا هي
صوت دعوتنا فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحدو ركب سنتنا فتاة الخير يا أملا.